تارت المشمش بالفستق. عندنا الكراست عبارة عن عبوة جلاش، وعندنا 1 كوب زبدة مذابة. الحشوة هتكون 400 جرام مربى المشمش، 100 جرام فستق يكون مطحون أو مفروم، 1/2 كيلو مشمش مقطع نصين، و100 جرام سكر بني ناعم. الصينية بتاعت التارت وندهنها بزبدة. علشان لما نحط فيها الجلاش ما يلزقش فيها. وبعدين احنا هنحتاج حوالي مثلا 10 او بكتير 12 وحدة جلاش، يعني تقريبا اقل شوية من نص العبوة. وهاخد 2 ورقتين ونحطهم بالشكل ده. ونحط عليهم زبدة. ونرجع نكرر الحكاية دي لحد ما نحط حوالي 10 أو 12 ورقة جلاش. ممكن لو عايزين سمن ممكن سمنة، ما فيش مشكلة. ادي ورقتين كمان. الجلاش بيحب الزبدة فنكتر، ما نقلقش هتتشرب كلها. بقيت الجلاش نرجعه تاني في الكيس بتاعه. هجيب المقص وعايزة اقص حوالين الصينية. اتأكد ان هي قاعدة كويس، وحطها في الصينية اللي هدخلها الفرن بيها، وابتدي احط زبدة عليها كلها على الجنب اللي طالع لبره ده كمان، وبعدين فوق الوش، وادخلها الفرن. هنقعدها في الفرن مدة مش طويلة. بنسويها نص سوا. زي ما احنا شايفين ابتدت تتحمر، اخذت شكل الصينية بتاعت التارت، بس في نفس الوقت ما اتحمرتش على الاخر لان هي لسه هتدخل الفرن مرة تانية. باجي دلوقتي بجيب المربى، مربة المشمش عشان تبقى بنفس الطعم. لو مستعملين نوع فاكهة تاني مش مشكلة، ممكن نستعمل خوخ ونجيب مربة خوخ، ممكن نستعمل تين ونجيب مربة تين، أي حاجة احنا عايزينها. حطينا طبقة المربى، ودلوقتي هنحط المشمش فوق مربة المشمش، نرصهم بشكل حلو كده جنب بعض، وهنرش عليهم شوية فستق وشوية سكر. ونحط طبقة تانية من المشمش، وبعدين بنرجع نكمل ببقية السكر والفستق، وحط شوية كمان سكر فوق الوش عشان يتكرمل كده فوق الوش ويدينا شكل حلو لما يطلع من الفرن.